شي نهار الاربعاء ولا شي نهار الخميس باش غيصبح. طلعت التليفون ديالك دابا اختي ملي كتمشي للخدمه كتجي، حنا عارفين التوقيت ديالها ملي كتجي. هذاك الوقت ما جاش حتى الصباح الخميس، عاد بدينا كنوضو كنقلبوا. ملي قلبنا في كوميسيري في اناسي درنا الديكلاراسيون وقادينا المسائل، دازت واحد سبع ايام ولا مرات خمس ايام. كتعيطوا في التليفون كان طفي؟ كان طافي، كان طافي طافي. هذيك السيده اللي جابتها للسبيطار هي اللي كانت طافيه، ومن بعد عيطوا لينا قالوا لنا راه اختكم راه في الانعاش. لقيناها في الفيسبوك، صيفطوها في الفيسبوك ومن السبيطار صيفطوها الناس اللي صورتها وهي اللي صيفطتها. من جينا قلنا اختكم راه ما بين الحياه وما عطاوناش نهائيا، وحتى الطبيب تقريبا ما شفناش كاع. قالوا لنا راه عندها ضربه في الريه ومضروبه في الراس وفي الرجلين هنايا، ودابا كيقولوا لنا راه ماتت سكته قلبيه. هي مضروبه وكيقول لك ماتت سكته قلبيه، هادشي راه ما يمكنش، هادشي راه ما يدخلش العقل. اللي جابها للوبيطال هي واحد، هي صاحبتي واحد خيتي، جات لاحتها للسبيطار وزادت. هادشي اللي عرفنا. ودابا وجات عاوتاني هاد خيتي اللي لاحتها في السبيطار، رجعات شافتها عاوتاني، عطات الوالده الساك والتليفون وطفات علينا التليفون باش حنا ما نعرفوهاش فين كاينه، ودابا اختفات. تي عندها وليد، مزوجه عندها وليد، وعندها وليد صغير يلاه عنده اربع سنين. ودابا اختي راه ماتت وحنا باقا ما عارفين ما نديرو، ما عارفين والو، ما كاين لا اخبار لا حتى شي حاجه. ما عرفتش، جابوها قالوا لي، انا جاو الدار قالوا لي ماتت الله يرحم. باقا حاليا ما عرفناش، باقا اختي ما بغاوش يديروا لها تشريح. هاد السيده اللي قلت لك، قالت لي واش انت كطالب بالاموال؟ قالت لنا دفنوها. هاد السيده دي مالها هاد السيده؟ وهي اللي عرضت عليهم النهار، هي اللي عرضت عليهم وجمع الطابله، وهي اللي عيطت على هذيك صاحبه هذيك الدريه اللي جات للسبيطار، قالت لها جيبي معاك ناديه، راني عارضه عليكم اليوم، راه توحشتكم. السيده قضيت الغراض مشات لمراكش ودابا عاودت رجعت، يعني باغا تخبي الجريمه ديالها. هذا الشيء اللي كاين، هذه السيده مخبيه شي حاجه، واختي الا مشات راه مشى معها السر. هذا الشيء اللي كاين. انا جايه من كادير، انا جيت شاد الدركار في الليل، شاد الكار وصبحت هنا، وباقي مازال ما نعس، وباقي من البارح بس سمعنا هذا الخبر من ربعة، لا ماكله لا شراب، نبكو نشكو الشكوى الله عز وجل. هاي باقي مازال هذه السيده باقي مازال ما داروا لها لا تشريح، ما داروا لها حتى شي حاجه، مازال ما داروا لها حتى شي حاجه، مازال ما عطوناش هذه الخلقه باش نحسنوا بها ندفنوها ولا والو. تحت التغطيه ديال الاطباء باقي في السبيطار، ها في السبيطار هذا، هذا السبيطار هذا بني رشد، هو هي فاش كاينه؟ ما عرفتش نقول. دابا اللي جا دابا حاليا دابا هو كاين جا مع الحاجه، الحاجه ما حيدتش من حداه، يعني هذا الشيء قريب، كاينه شي حاجه غتبان، شي حاجه غتبان، شي حاجه. دابا ملي مشيت عيط عليه الكوميسيري كنت باغي نبدا نغوت، كنت باغي نبدا نغوت، قال لي الكوميسيري على الشيطان جرني. ملي قرر قال لي نقول لك واحد الكلمه، قلت لي شنو؟ قلت لي اختي انا ما مضروباش. قال لي شوف نقول لك واحد الهضره تبقى بيني وبينك، قلت لي بيني وبينك ونقولها لك قدامهم. قال لي اختك ما طيحاش مضروبه. اختي درنا كل الاجراءات ولكن هذاك الشيء كيعكل. كنطالبوا بالتشريح ديالها ومن الرباط، وكنتمنى من جلاله الملك يتدخل. هزنا ناس ضعاف ما عندناش، وعندنا الله وعندنا سيدنا. انا بغيت يتدخل، انا ما بقاش نقول اختي بزاف على قبل ولدها يلاه عنده اربع سنين باقي كان ما عادش ما لا لا محمد رسول الله.